بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض في MAT 485 اللي هي مختارة 3. اوكي النهاردة ما زلنا طبعا في شابتر 3. النهاردة في اكزامبل مع بعض 3.3 اللي هو عايزين نفهم من خلاله الطريقة بتاعت ليفنبرج ماركتد ميثود. فالسؤال هيجي بقى، مش هقول بقى ابلاي نيوتن او ستيبست او كده، لا هيحدد لي الطريقة. هيقول لي ابلاي one iteration، عايز iteration واحد مش two iterations زي كل مرة، لا هو عايز one iteration خلاص. apply one iteration ماشي to the following optimization problem using Liebenberg method to minimize f of x بسوي x1 power 4 ماشي زائد x1 x2 زائد 1 plus x2 square. وهناخد ال initial point او ال point of guess بتاعتي اللي هبدأ منها ال iteration اللي هنطلق منها في ال iterations x not 0 و 0. اوكي هنشرح الطريقه بتاعتنا في خلال هذا المثال. اول حاجه يا جماعه بنجيب الجي، يبقى اول ستيب هو عايزنا 1 iteration. خلي بالك apply 1 iteration 1 عايز iteration 1 بس. طيب بنبدا نحدد ازاي؟ اول حاجه بنجيب الجي، الجي اوف اكس اللي احنا حافظينها من زمان في كل المسود. ايه هي الجي؟ ها هي partial f بالنسبه لx1 هنا و partial f بالنسبة لx2 هنا. طيب حلو قوي، يلا نفضل بالنسبة لx1. هنا عندي x1 أس 4 تبقى 4 x1 تكعيب. هنا بالنسبة لx1 يبقى x2 ده هنا x1 الفاريبل يبقى ده كأنه كونستنت، يبقى كأنه 5 x1 يبقى 5 يبقى هنا x2. طب هنا بالنسبة لx1 مفيش، يبقى خلاص خلاص كده، يبقى احنا كده عملنا ايه؟ الصف الأول. نجيب الصف الثاني، طب فاضل اف بالنسبه لاكس 2، طب دي هنا اكس 1 يبقى هنا 0، بالنسبه لاكس 2 يبقى هنا اكس 1. طب بالنسبه لاكس 2 هننزل ب 2 وتبقى هنا باور 1 1 زائد اكس 2 في تفاضل اكس 2 اللي جوه تفاضل باكس 2 هنا 1، يبقى انا هضرب في 1 بس كده، يبقى هنا ده ايه المنظر بتاعها. يبقى ده هنا 2، ممكن افكها بقى 2 زائد 2 اكس 2، ممكن اسيبها كده خلاص، والاحسن ان انا افكها افضل. يبقى خلينا بتساوي اهي، يبقى دي الجي اهي، ادي الجي، هيبقى هنا عندي 4 اكس 1 تكعيب، اكس 1 تكعيب زائد اكس 2. هنا بقى حضر دي في دي ودي في دي، هيبقى عندي هنا اكس 1 وعندي 2 اكس 2، 2 اكس 2 اهي زائد ال 2 دي خلاص. طيب هنشوف مع بعض، بعد كده نجيب الهيس ماتريكس، هنجيب الهيسيان ماتريكس، نفتكر مع بعض الـ H بتيجي ازاي؟ اهي الـ H اهي بتيجي كده، الـ H هفكركم بيها اهي، ادي الـ H، نفتكرها هنا مع بعض، هنا ديريفيتيف الجي واحد، الجي واحد هو ده، الصف الأول، ديريفيتيف الجي واحد بالنسبة لـ X واحد هنا، وديريفيتيف الجي واحد بالنسبة لـ x2 هنا. يبقى الصف الأولاني في الـ H matrix خاص بالـ derivatives الصف ده. derivative الـ g1 هو الصف الأول، ده الـ g1. هفضله بره بالنسبة لـ x1 وبعد كده بالنسبة لـ x2 جنبه. طب الصف الثاني هو خاص بدي، الـ derivative بتاع الـ g2 بالنسبة لـ x1 هنا، وتفاضل الـ g2 بالنسبة لـ x2 هنا. طب يلا بينا، هنجيب الـ H، يلا. ادي الاتش، تفاضل دوت بالنسبه لاكس 1 يبقى 3 في 4 ب 12، يبقى هنا 12 اكس 1 تربيع، لان الثلاثة اتضربت في الاربعه، الثلاثة اتضربت في الاربعه 12، وبقت دي قلت واحد بقت التربيع خلاص. تمام يبقى 12 اكس 1 تربيع. طيب هنا بقى الصف ده تفاضل اكس الجي 1 دي بالنسبه لاكس 2 هنا 1. طب تفاضل ده بقى بالنسبه لاكس 1 1 اهو، تفاضل بالنسبه لاكس 2 2 اهو. هنعوض عن ايه في الاتش بقى؟ عن اكس نوت اللي هي 0 ب 0. يبقى هنجيب ايه؟ ونبدا بقى دلوقتي في الفيرست ايتريشن، هو عايز ايتريشن واحده بس، عايزين ايتريشن واحده. هنقول له الفيرست ايتريشن، فيرست ايتريشن، الفيرست ايتريشن اجراءاتها هتمشي ازاي؟
يلا نشوف مع بعض. ماشي. فيرست ايتريشن اتفقنا كيب زيرو، والسكند تبقى كيب واحد، يعني هنا كيب بتساوي صفر. طب كويس. الفيرست ايتريشن هنيجي نحسب الجي نوت، يعني الجي اهي هحسبها عندي 0 و 0، عندي 0 و 0، هنا 0 اكس 1 ب 0 اكس 2 ب 0 هنا 0. طب هنا ده ب 0، هنا ده ب 0 وده ب 0 وده ب 2، يبقى هنا 0 و 2. يبقى الجي نوت هنجيب الجي نوت اهي اللي هي بتساوي جي عند الاكس نوت عليها 0 و 0 زي ما شفناها مع بعض اهي، 0 وهنا 0 يبقى 0، يبقى هنا 0 وهنا 0 0 2 يبقى 2، يبقى احنا كده جبنا مين؟ ده. خلاص ادي الجي نوت. ماشي، جبنا الجي نوت اللي هي جي عند 0 و 0. هنجيب الاتش نوت برضه بنفس الطريقه. الاتش نوت، الاتش نوت يعني ايه؟ يعني هي الاتش برضه عندي 0 و 0 عند الاكس نوت، عند الاكس نوت اللي هي مين؟ الاكس نوت اهي 0 و 0. ادي الاتش، حط اكس ب 0، ما اكس 1 ب 0 واكس 2 ب 0، يبقى هنا 0 اهو، وهنا 1 وهنا 1 وهنا 2. طب بنشوف هل الديفينيت بوزيتيف؟ طيب مش ديفينيت بوزيتيف، هنشوف ليه؟ لان انت عندك اتش 1 الديتيرمنت بتاعتها صفر، مش اكبر من الزيرو، هتطلع واضحه جدا نوت بوزيتيف ديفينيت. خلاص نوت بوزيتيف لان اول واحده بزيرو مش اكبر من الزيرو. خلاص دي ايه؟ الاتش الاولانيه، الاتش الاولانيه بزيرو اهي، يبقى ايه؟ نوت بوزيتيف، لازم تكون عشان بوزيتيف ديفينيت تكون اكبر من الزيرو. خلاص ماشي، واضحه جدا اول واحده دي اول ماينور بس، الثانيه طبعا ده ده ناقص ده ده، يبقى هنا ناقص واحد، واضح؟ ماشي، يبقى المهم نوت بوزيتيف ديفينيت، واضحه جدا. طب نوت بوزيتيف ديفينيت هنجيب الايجن فاليوز، هنجيب الايه؟ الايجن فاليوز. الايجن فاليوز احنا خدناها زمان، هيبقى هنا إيه؟ يبقى هنجيب الايجن فاليوز الخطوه الثانيه بقى. يبقى احنا جبنا اتش نوت هنا، النوت طلعت نوت بوزيتيف ديفينيت، الخطوه الثانيه دي اول خطوه اهي، ماشي، وجبنا الجي نوت. طيب حلو جدا، تعالوا بقى نشوف الايجن فاليوز. الايجن فاليوز بتيجي ازاي؟ بنجيب الديترمنت بتاع دي، 0 ناقص لامدا يبقى ناقص لامدا، 1 تنزل زي ما هي، الواحد ينزل زي ما هي، 2 ناقص لامدا، 2 ناقص لامدا، واجيب الديترمنت بتساوي 0. يبقى اللي هي بغيت تاخدها في الدنيا الالجبرا زمان، هاو تو فايند الايجن فاليوز اوف ذا ماتريكس، بنشيل لامدا من هنا ولامدا من هنا، وهي دي بقى تطلع الايجن فاليوز. طيب ماشي، هنضرب ده ده ناقص ده ده، يبقى ناقص لامدا في 2 ناقص لامدا ناقص 1، كل ده بيساوي 0، هيبقى ناقص 2 لامدا دي في دي زائد لامدا تربيع ناقص 1 بتساوي 0. رتبها ونموت 5 3 بالكالكوليتور هتطلع اللامدا على طول. يلا بينا هنعملها ازاي اهي. هنجيب هنا لامدا تربيع، لامدا تربيع ناقص 2 لامدا ناقص 2 لامدا ناقص 1 بتساوي 0. ممكن تعملوها بالفورمولا اللي هو القانون العام، هتبقى لامدا بتساوي لامدا هتطلع ليها قيمتين، في هنا لامدا بتساوي اهي ماشي 2 زائد او ناقص جذر 8 على 2. طبعا هتعملوها بالقانون، هفكركم بيه اللي هو الاي والبي والسي، هنا ده الاي واحد، يعني الاي بواحد، الاي بواحد، البي او تعملوها بمود 5 3، مود 5 3 بالكالكوليتر على طول ماشي. المهم دي لو اختصرناها يعني بفكركم الاي بواحد او الاي بواحد، البي بناقص 2 والسي بتساوي ناقص 1، وهتكون جاي قايل يبقى اللامدا بتساوي ماينس بي ناقص ناقص 2 زائد او ناقص بي سكوير 4 اتضرب على ناقص 4 الاي بواحد والسي بناقص 1 على 2 في 1، هتبقى اللامدا بتساوي ده لو عايز تعملها بايه؟ بايدك، هتبقى هنا 2 زائد او ناقص 4 وهنا ناقص 1 زائد 4 يبقى جذر 8 على 2. ممكن تاخد 8 هتبقى 2 جذر 2 وهنا 2 وهنا 2، خد 2 2 ماشي، 2 مشترك هتبقى 1 زائد جذر 2 او ناقص جذر 2. خلاص هتبقى في قيمتين، 1 زائد جذر 2
الشغل هنا فتحت على تركز ربي الكالكوليتر حتطلع لك في ثواني، حتطلع لك في ثواني خلاص. مش يعني انا مش هو ده هدفي ان انا زي دي تكت زرار هتعملها بالكالكوليتر وهتعملها كمان متصفيه، هيبقى في قيمتين، واحد زائد جذر 2 وواحد ناقص جذر 2 ماشي اوكي. يبقى ايه دي تكت زرار مود 5-3، مش هو ده شغل ان انا ايه احل معادلات من الدرجه الثانيه. يبقى عندي قيمتين للامر، في قيمتين، واحد زائد جذر 2 او واحد ناقص جذر 2، يبقى في كم قيمه لامدا؟ ادي واحده وادي الثانيه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. دي قيم لامدا اللي هتجيلي خلاص تمام. طيب يبقى في لامدا 1 ولامدا 2 ماشي، هناخد بقى فيهم يعني عندي قيمتين للامدا طبعا. يعني هنا لو جيت تحسب دي واحد ناقص بالكالكوليتر دي هتطلع لكم ماينس 0 ماينس 0.414. طب لو جينا حسبنا دي هتبقى 2. دي هتبقى 2.414 ماشي. يعني لو جينا حسبناهم ممكن نحسبها بالكالكوليتر اهو يعني عشان تبقوا عارفين ونتاكد من الارقام اللي قدامنا. اهي 141 نحسبها مع بعض اهي. 1 ناقص روت 2 تساوي ماينس 0.414 اوكي صح، ماينس 0.414. طيب الثانيه هنخليها بالزائد، هنخليها بالزائد اهي هتطلع 2.414 تمام. يبقى بس عشان نبقى متاكدين ماشيين صح، يبقى عندي قيمتين للامدا اوكي، دي هنسميها لامدا 1 ولامدا 2. هنختار هنختار ايتا نوت ناقص لامدا نوت ماشي، هختار اللي هي ايه ديت لامدا نوت اللي هي دي، ودي كل واحده فيهم لامدا نوت، دي واحده ودي واحده. هاخد ايه ايتا نوت، ايه بقى ايتا نوت ماشي، هنختار اصغر واحده فيهم اللي سمولست في الاثنين دول طبعا، دي بوزيتيف يبقى دي نيجاتيف يبقى دي السمولست خلاص، ذا سمولست وان وي تيك ذا سمولست وان. وهختار ماشي هختار الايتا نوت هي مين ماشي، هي ناقص لامدا نوت. ايتا نوت اكبر رقم تشيلز لامدا ايتا نوت اللي هي اكبر من مين منهم، اللي هي اكبر من قيمه اكبر من ناقص لامدا نوت. هختار ايتا نوت از ا نمبر يكون جريتر ذان مين الناقص لامدا نوت، وهختار لامدا نوت اصغر واحده في الاثنين دول، هختار اصغر واحده فيهم. يبقى عندي تو فاليوز لللامدا، هختار السمولست فاليو. طيب السمولست فاليو طبعا دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، يبقى مين السمولست؟ النيجاتيف. هختار بقى ايتا نوت بارامتر جديد هو اكبر من ناقص لامدا نوت، يعني عايز اختار ايتا نوت اهو اكبر من ناقص ماينس 0.414. اختار لي بقى رقم طبعا ناقص وناقص هيبقى زائد، يعني انت هتختار الايتا نوت اهو اكبر من 0.414. حلو، يعني اخترنا اصغر الرقمين، اخترنا اصغر الرقمين خلي بالكم. طيب ايه رايكم؟ انا عايز رقم بسيط بس يكون اكبر من الرقم ده، اختار ايتا كام؟ اسهل حاجه تبقى كام؟ واحد، لان ده 0.4 هات لي عدد يكون اكبر منه خد واحد. يبقى هختار ايه؟ يبقى هنختار بقى ايتا نوت اهو بيساوي واحد اهو. يبقى هنختار بقى تاني اصغر رقمين اهو، اخترنا اصغر رقمين في اللامدا 1 واللامدا 2. مين اللامدا 1 واللامدا 2؟ الايجن فيكتورز، الايجن فاليوز اوف ذا ايه اوف ذا ماتريكس اتش نوت. بعد ما جبنا الايجن فاليوز ماشي اخترنا اصغرهما ونختار لامدا ايتا نوت هو ها اكبر من اصغرهم بس بالناقص، يعني باخد اصغرهم اديله ناقص وبعد كده ايه اخد اصغر. هختار بقى ايتا نوت بكام؟ الايتا نوت هاخدها بواحد خلاص. يبقى كل الديسكشن دي دورها انتهى هنا عشان نكتب في المنطقه دي. يبقى انا دلوقتي عشان ايه نبقى فهمنا، حددنا الايتا نوت وعرفنا ازاي نحددها. تاني بنجيب الايجن فاليوز بتاعت الاتش،
وبعد ما جبنا الايجن فاليو بتاعت الاتش هاخد اصغرهم واضربها في ناقص ماشي، يبقى بنجيب ايتا نوت. يبقى خلاص اخترنا ايتا نوت دلوقتي بكام؟ بواحد. طب وبعدين ماشي هكون الماتريكس دي، هكون الماتريكس دي اللي هي اتش نوت زائد ايتا نوت اللي انا لسه جايبها دلوقتي مضروبه في الايدنتيتي ماتريكس اي 2. ليه اي 2؟ ليه؟ لان الاتش 2 2 باي 2 ماتريكس، الاتش 2 2 باي 2 هتجمعها مع الاي 2. مين الايدنتيتي ماتريكس؟ الايدنتيتي ماتريكس ايه؟ لو في حاله اي 2 نفتكر اي 2 هتبقى 1 0 0 1. لو في الاي 3 لو كانت دي 3 باي 3 اللي هي الاتش هتبقى هنا 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ده لو في حاله الاي 3. طب انا عندي الاتش 2 باي 2 اهي 2 باي 2 صفين صفين وعمودين، يبقى هختار اي 2 هنا مين؟ اللي هي اي 2 مش اي 3. ليه؟ لانها 2 باي 2 ماتريكس. طب جميل جدا. دلوقتي بقى عايزين نحسب دي، يلا نحسبها بسرعه. هتساوي كام هنا؟ هتساوي يعني هحسبها احطها قدامي هنا اتش نوت، اتش نوت انا لسه جايبها فين؟ اتش نوت اهي هنا في 0 1 1 2 ادي اتش نوت زائد الايتا نوت خدتها بواحد والاي 1 0 0 1. يلا طبعا واحد في اي حاجه مش هعمل حاجه، يبقى نقدر نقول اتش نوت زائد ايتا نوت اي 2 هي مين؟ اجمع 0 زائد 1 1 1 زائد 0 1 1 زائد 0 1 2 1 3 اهي كوننا الماتريكس، كوننا الماتريكس دي اللي هي اي اللي هي اتش نوت زائد ايتا نوت اي 2، وعرفنا الايتا نوت جت ازاي، يعني كل حاجه واحنا شغالين فاهمين ماشيه ازاي. طب حلو كده جبنا الايه الماتريكس الجديده دي، خلاص حلو جدا 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 اوكي. طيب بعد ما جبنا الماتريكس دي 1 1 1 3 هنلاقيها از بوزيتيف ديفينيت ماشي، بوزيتيف ديفينيت. تعالوا نبص بقى هل الماتريكس، يبقى احنا الطريقه دي بنستغلها لما نلاقي الماتريكس بتاعتنا بتاعت الاتش نوت از نوت بوزيتيف ديفينيت. خدت بالكم؟ طيب ليه؟ لان اول ماتريكس اتش 1 الديتيرمنت بتاعت اتش 1 اللي هي اول واحده دي، دي اتش 1 اللي اول واحده الماينور دي 1 اكبر من الزيرو. طب تعالى نجيب يبقى الواحد اهي اكبر من الزيرو. طب الديتيرمنت، الديتيرمنت بتاعت الاتش 2، الاتش 2 يعني كلها هتبقى 1 في 3 ب 3 ناقص 1 2 2 اكبر من الزيرو. اوبا حلو بقى ثلاث بوزيتيف ديفينت. يبقى احنا عليكنا حته انها كانت الاولانيه نوت بوزيتيف ديفينت، فعملنا حته الايتا 1 جبنا الايجن فاليوز، جبنا الايجن فاليوز اخذنا المينيمم ايجن فاليو، وبعد ما اخذنا اقل ايجن فاليو ضربناها في ناقص والرقم اللي انا عايزه ايتا نوت اكبر منه، اي عدد اكبر منه بس. خلاص دي الفكره بتاعتها. طبعا بتختار عدد حلو، ما واحد يقول ايه احنا كنا جايبينها ب 0.414 وكل واحد يقول 1.5 اختار رقم حلو خد واحد خلاص. فاهم ازاي؟ اوكي يبقى احنا تاكدنا ان دي بوزيتيف ديفينيت يعني نون سينجولر، يبقى بوزيتيف ديفينيت نون سينجولر. اوكي حلو جدا، يبقى احنا كده تاكدنا انها بوزيتيف ديفينيت. لا كانت قبل كده الاتش الاصليه نوت بوزيتيف ديفينيت لان ده بزيرو، اول واحد اول ماينور زي دي كده بزيرو يبقى نوت بوزيتيف ديفينيت. خلاص دي بقى تبقى بوزيتيف ديفينيت. هو ده بقى الايه العلاج اللي احنا عملناه، تاهيل المساله للحل. اوكي دلوقتي كده بقى تبقى بوزيتيف ديفينيت. طب ننطلق بقى ازاي؟ احنا جبنا دي انها بوزيتيف ديفينيت، يتبقى حتة بسيطة جدا اجيب الانفرس بتاع دي. يبقى هنجيب الانفرس، الخطوات اللي جاية بقى بسيطة قوي. عايز اجيب الانفرس بتاع دي، يعني عايز اجيب اتش نوت زائد ايتا نوت اي 2 اللي هي دي نفسها هجيب لها الانفرس. طب الانفرس سهلة قوي، الانفرس بتاعت السكند ايه؟ ديجري ماتريكس اللي 2 باي 2 ماتريكس بعملها ازاي؟ ها نفتكر بعمل ماتريكس هنا الثلاثة تيجي هنا ودي تيجي هنا، يبقى هنا ثلاثة وهنا واحد، واضرب ده في ناقص واضرب ده في ناقص، واقسم على الاثنين، الاثنين هو ده في ده ناقص ده في ده، واحد على اثنين، دي اثنين جت منين؟ هي دي ترمت، واحد في ثلاثة ناقص واحد، ثلاثة ناقص واحد يبقى كام؟ اثنين،
تقسم على اثنين اللي هو الديترمنت اوف ذيس ماتريكس. اضرب كل دول في نص يلا اهي. اضرب دول في نص هيبقى 3 على 2 ناقص نص ناقص نص نص اهي. يبقى هي دي مين؟ اهي الانفرس اوف ذيس ماتريكس لانها انفرتبل ماتريكس بوزيتيف ديفينيت نون سنجولار. اوكي تمام كده تمام كده. هنكون بقى ها الدينوت يعني نفس الشيء السكه ماشيه. هنجيب الدينوت يبقى الخطوه اللي تاليها هنجيب الدينوت. طب ايه هي بقى الدينوت؟ ناقص الانفرس ده ناقص الانفرس دوت اللي هو اتش نوت زائد ايتا نوت اي 2 هذا الانفرس اللي انا لسه جايبه ماشي هضربه في الجي نوت اهو الجي نوت. الجي نوت احنا لسه جايبينها الجي نوت احنا لسه جايبينها الجي عندي زيرو فين اهي الجي نوت. طب يلا هتبقى كام؟ هجيبها واحطها هنا قدامي خلاص. يلا افتكروا بقى ادي الجي ماينس 1 اهي ادي الاتش نوت زائد ايتا ماينس 1 اهي 3 على 2 وهنا ناقص نص وهنا ناقص 1 وهنا نص وهنا ناقص نص ولا ايه؟ وهنا نص خلاص. طيب ادي مين؟ ادي دي ماينس 1 في الجي نوت. الجي نوت اهي 0 2 0 2. طب بنضرب ازاي؟ الصف في العمود لاحظوا دي 2 باي 2 ماتريكس ودي 2 باي 1 يبقى اللي طلع يبقى 2 تروح مع 2 تبقى 2 باي 1 يعني جايه كده خلاص. حلو قوي. هيبقى هنا بضرب الصف في العمود ده ينضرب في ده وده في ده ده في ده 0 يبقى هنا ناقص 2 على 2 ناقص 1 يبقى دي ناقص 1 هتبقى دي ماينس 1 ماشي كده تمام ولا مش تمام؟ اوكي نراجعوا معايا عشان نشوف الامور ماشيه ازاي. وفي ناقص بره خلي بالكم ما ننساش ان في ناقص ايه؟ الناقص دي هنا اهو بره هنا لسه ما جيناش ناحيتها ما ننساش الناقص اللي بره اهي في هنا ناقص في هنا ناقص بره. اوكي طيب وبعد كده هضرب ده في ده ده زيرو وده نص في اتنين تبقى واحد الناقص تخش عليهم هتخلي ده زائد وتخلي ده ناقص بس كده اهي. يبقى انا كده جبت مين؟ دي نوت. اكتبها بقى فوق عشان ما نضيعش مكان وما نضيعش وقت خلاص. يبقى انا جبت كده الدي نوت كده حلو قوي 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 خلاص جبنا الدي نوت ماشي. نكتب بقى الدي نوت هنا اهي الدي نوت هكتبها هنا فوق مش محتاج بقى الحته دي خالص. هكتب هنا الدي نوت كل حاجه عندي هحطها هنا عشان نشتغل عليها. هنا الدي نوت مش محتاج برضو دي خلاص عملناها. يبقى الدي نوت يا جماعه اهي ادي الدي نوت ماشي 1 ماينس 1 1 وماينس 1 عشان ما ننساش ضربنا الناقص اللي هي دي ضربنا غيرت خلي دي زائد ودي خلي دي زائد ودي ناقص. طب جبنا الدي نوت ماشي هنيجي بقى نشتغل شغلنا هنجيب الفاي نفس الشغل بقى اللي فات. يبقى احنا عالجنا حته انها كانت نوت بوزيتيف ديفينيت همسح هذا الجزء مش محتاجه خلاص كل ده مش محتاجه عشان نوسع نفس المكان ونكتب فيه. طب احنا وصلنا لغايه ايه دلوقتي المحطه اللي وصلنا لها يا جماعه؟ دي نوت. نرجع بقى لموضوع حدوته الالفا هنرجع للقصه بتاعت مين؟ الفاي الفا. يلا هنجيب الفاي الفا دلوقتي احنا جاهزين ان احنا نجيب مين؟ الفاي الفا. ودي بقى هي الطريقه بتاعت مين؟ اللي هي طريقه الميثود بتاعتنا بتاعت ليفنبرج ماركت ميثود. طيب هنجيب بقى ايه؟ الايه؟ الفاي نوت الفا. فاي نوت الفا نفس تعرف اهو فاي نوت الفا ايه هي؟ هي قيمه الفانكشن عند الاكس نوت زائد الفا دي نوت خلاص. هي قيمه الفانكشن اف عند اكس نوت زائد الفا دي نوت. طب يعني ايه؟ يعني هتساوي قيمه الفانكشن عندي 0 0 لان اكس نوت ما ننساش 0 0 اكس نوت ما ننساش 0 0 طيب زائد الفا من دي نوت 1 وناقص 1 1 وناقص 1 يلا بينا عايزين نحسب قيمه الفانكشن عندي 0 و0 اهي زائد الفا وناقص الفا. طيب يعني ايه؟ طب 0 والفا تبقى الفا و0 ناقص الفا ناقص الفا بس. يبقى عايزين نحسب قيمه الفانكشن عندي مين؟ اف اوف الفا وناقص الفا.
طب فين الفانكشن بتاعتي؟ اهي اهي، يلا بينا نحسبها. بقت سهله جدا جدا جدا. ماشي يا قطار، يلا شوف انا همسح بقى ده، خلاص فهمناها كده تمام. يلا بينا شوف بقى نحسبها هنا اهو. شوف سهله جدا جدا جدا، نمشي خطواتنا بالراحه مع بعض، هنلاقي الامور جميله قوي. فين الاف والفا؟ اهي الاولاني اكس 1 الفا واكس 2 ناقص الفا، هتبقى ايه؟ هتساوي كام بقى الفاي؟ هيبقى الفاي نوت الفا هتساوي الفا اس 4 اكس 1 اكس 2، الفا في ناقص الفا تبقى ناقص الفا تربيع، لان الفا في ناقص الفا، اكس 1 بالفا، اكس 2 بناقص الفا. طب هنا 1 ناقص الفا لان اكس 2 بناقص الفا، هتبقى هنا 1 ناقص الفا اول سكوير بس. خلاص ممكن افكها واظبط المساله بالفك والتبسيط، يلا وهنرجع تاني نكتبها. هتبقى الفا اس 4 ناقص الفا تربيع زائد، هربع الاول ده في ده في 2 يبقى ناقص 2 الفا زائد الفا تربيع، الفا تربيع هتروح مع الفا تربيع. خلاص تمام، وتبقى جميله جدا. وهيبقى هنا عندنا ايه بقى؟ ها هتبقى عندنا هنا الفا اس 4 اهي ناقص 2 الفا زائد 1. يبقى انا ارجع بقى هنا تاني عشان نبقى المساحه والمكان، ارجع هنا هكتب بقى مين؟ الالفا نوت هنا عشان انطلق من خلاله. كان خمسه هنا، ويبقى هنا الفاي نوت الفا في صورتها الجميله هي الفا باور 4 ماينس 2 الفا زائد 1. طب جميل قوي كده، احنا ايه؟ ظبطنا المساله. هنجيب الفا داش عشان نجيب المينيمم فاليو. يلا هنجيب الفا داش، الفا داش اللي فاي يعني فاي نوت داش الفا، فاي نوت داش هتبقى 4 الفا تكعيب. خلاص ناقص 2، خلاص هنجيب الاصفار بتاعتها تبقى كام؟ ها هساوي دي بالزيرو، هتبقى الفا تكعيب 4 الفا تكعيب ناقص 2 بتساوي زيرو، معناها ها 4 الفا تكعيب بتساوي 2، يبقى الالفا تكعيب بتساوي 2 على 4 نص، يعني الالفا بتساوي الجذر التكعيبي لنص. بس الجذر التكعيبي الايه؟ لنص. احسبه بالكالكوليتر يطلع كام؟ يبقى بيساوي تقريبا 0.794، 794 جت قيمه الفا. اقوم جاي جايب بقى اكس 1، اكس 1 اتريشن بتساوي اكس نوت تمام زائد الفا نوت دي، الالفا نوت هي دي بقى الفا نوت، زائد الفا نوت دي نوت، دي نوت بتاعتنا اهي. يبقى اكس نوت يعني كام وكام؟ 0 0 زائد الفا نوت اللي هو الرقم ده 0.794 مضروب في الدي نوت 1 وناقص 1، اضرب ده هنا وجمع يطلع مين؟ هيطلع من هنا بيديه 0، هيبقى طلع اكس 1 الاول اتريشن هيبقى النقطة كام؟ 0.794 وهنا ناقص 0.794، ادي ايه؟ اكس 1 اللي هي تعتبر اول اتريشن، وهو طالب اول اتريشن بس. خلاص؟ هيبقى هو الاكس 1 ايه؟ قيمها اكس 1 واكس 2 بتاعتها. بدل 0 0 1 بصوا بقى كام؟ 0.794 وناقص 0.794، ويبقى كده احنا خلصنا الجزء الخاص بهذا الشابتر، شابتر 3. اوكي الله يعطيك.